بخصوص مباراة الأهلي، كانت مباراة تعتبر فاصلة بالنسبة لنا وليهم. طبعا هم كانوا يلعبون بفرصة وحيدة واللي هي فرصة الفوز، احنا كان عندنا خيارين، فوز او التعادل، بس كنا داشين الملعب نقاتل على اساس خيار واحد اللي هو الفوز، والحمد لله حققنا الفوز. طبعا لاعبين الاهلي لاعبين خبره وفيهم كم لاعب ايانا في المنتخب، بس الحمد لله فضل مجهود اللاعبين قدرنا نسيطر على المباراه من الشوط الاول للثاني، والحمد لله اخذنا المباراه النهائيه. طبعا بخصوص المباراه النهائيه راح نلعب ضد فريق نادي النجمه. طبعا نادي النجمه واحد من اقوى فرقه البحرين في دوري الفوتسال، وطبعا لعبنا اكثر من مباراه في السابق وتعادلنا. طبعا الفريقين متكافئين في كواليتي اللاعبين، يعني عندهم نخبه لاعبين من المنتخب، ونفس الشيء عندنا احنا لاعبين، وان شاء الله اللي عنده حظ اوفر بفوز المباراه.